برحب بيكم. طبعا ده الووتر بوكس او الصندوق صندوق المياه. ده عبارة عن صندوق بيتم احتفظ بكميات في المياه في داخل الصندوق، وعن طريق المغذي ده عبارة عن خيط. الخيط ده هو اللي بيعمل لي عملية التغذية، او بيوصل المياه للنبات، للجذور بتاعت النبات. فاللي بيحصل ان انا بزرع النبات في الارض وابدأ احط فوقيه الصندوق، وبيخرج النبات من احد هذه من ايه من هذه فتحة من هذه الفتحات، وبملى الصندوق بالمية. تعالوا نتفرج على شكل الصندوق. ده غطا، طبعا هنا من هنا ببدأ اغذي الصندوق بالمية، املاه مية وبغطيه عشان ما يتبخرش، عشان ما يتبخرش. عندي هنا في الماسورتين دول، دي الماسورة الأولى ودي الماسورة الثانية. هنتفرج على شكل الصندوق من الداخل. ده الغطاء، وده الغطاء الداخلي للصندوق، وده شكل الصندوق من الداخل. الصندوق هنا الخيط، هنا المكان اللي بيتملى فيه الميه، والميه تبدا تخرج من خلال الخيط دهوت الى النبات. طيب انا بملى الصندوق ميه وبحطه فوق النبات، النبات يبدا يخرج من هنا من الفتحه دي، وانا بغطي طبعا الصندوق، بحط الغطاء ده بالشكل ده، وبعدين بجيب الغطاء ده عبارة عن مضلع الشكل وفيه ميول. كل المية اللي تسقط على سطح هذا الصندوق بتتجمع من خلال الفتحة دي. بركب الصندوق كده، ومن هنا بغذي بالمية. لو عندي ازازة مية او خرطوم او شيء، ببدأ املأ الصندوق من هنا وبغطيه. ومن خلال دي برضو اللي بتستخدم في عملية الحصاد المائي، المية بتنزل من خلالها. لو بصينا لها مفتوحة من هنا تبدأ تدخل المية. بركبها بالشكل ده. أي مية، أي أمطار بتسقط على سطح الصندوق، الصندوق على طول بيعمل لها عملية حصاد مائي، ويروح مجمعها ونازلة جوه الإيه؟ جوه الصندوق. من المميزات الكبيرة للصندوق ده إن أنا مش محتاج إن أنا أروي النبات كل شوية، أو إن أنا أشغل بالي بعملية الري. أنا بحط النبات، بزرعه، بحط له المية بتاعته، والمية بتتحرك أو بتخرج من بحسب احتياج النبات من خلال الفتلة أو الخيط اللي موجود أسفل ده، بيعطي لي المية اللي بيحتاجها النبات وبالكمية اللي هو يقدر يستفيد بيها. أقدر طبعا إن أنا أستفيد أقدر أستفيد من الصندوق ده في زراعة أشجار الفواكه وأشجار الزيتون وخلافه، وأقدر إن أنا أزرع مساحات كبيرة جدا من الصحراء، وهضيف مرة واحدة بس المية في الصندوق، وبعد كده هو هيحصد المية اللي تسقط عليه في خلال فصل الشتاء، ومش هيحتاج ايه مش هيحتاج ميه كتير، وهيبقى نظام موفر جدا في عمليه الري. بدل من ان انا محتاج اعمل عمليه توصيل لشبكه الري واشتري ماكينات واشتري، لا انا ممكن يعني ممكن اخد سياره مره واحده في السنه محمله بالميه، وامر على السنه دي املاها وخلص الموضوع على كده، مش محتاج اروي تاني بعد كده، النبات هياخد الايه الميه. من المميزات الاخرى ان الميه اللي بيحتاجها النبات بنوفرها له من خلال هذا الخيط، ان النبات نفسه بيبدا بدل ما يتجه الجذر بتاعه بيكون صغير، لا ده بيمتد لمسافات كبيره في اعماق التربه عشان يقدر يوصل للميه الايه الارضيه اللي موجوده في بطن الارض، فبيحفز الجذور ايضا ان هي تتعمق في الارض بشكل اكبر، وبتكون وتديه ومتعمقه بشكل كبير في الارض. الاختراع ده اختراع هولندي، شركة هولندية اللي قامت باختراعه،
وفكرته رائعة جدا، نقدر ان احنا نزرع بيه الصحراء ونزرع بيه اي مكان دون الحاجة الى ميه.